طيب أعود إليكم مرة أخرى سيد فراس. سيد فراس، كيف تعامل المتضررون من العاصفة الثلجية الأخيرة، وما هي أهم الاحتياجات المطلوبة الآن؟ نعم، المتضررون في العاصفة الأخيرة، في العواصف الثلجية التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا، بعضهم فقد خيمته بشكل كامل عندما تهدمت خيمته نتيجة سقوط الثلوج عليها، بعضهم كان ضرر جزئي سواء بتسرب المياه إليها أو بعدم القدرة للوصول إلى تلك الخيمة. غادر هؤلاء المدنيون خيمتهم، عند بعضهم كان عند أقاربه في الخيام المجاورة، وبعضهم استجابت له المنظمات الإغاثية وقامت بنصب خيمة جديدة له، وبعضهم قمنا بنقله إلى مراكز إيواء، المراكز التي تم نقل إليها المدنيين عندما تم تهجيرهم من قبل قوات النظام وروسيا في 2019 و2020، وتم وضعهم في تلك المراكز ريثما يتم نقلهم إلى خيام جديدة أو إلى تجمعات سكانية بحسب القدرة لدى وتقديم المنظمات العاملة في المجال الإنساني لتلك التجمعات السكانية. طبعا هؤلاء المدنيون الذين فقدوا أمتعتهم، فقدوا خيامهم، كان وضعهم صعب جدا، الاحتياجات كثيرة سواء لهم أو للباقي القاطنين في المخيمات، ما تزال الحاجة كبيرة إلى مواد التدفئة في تلك المخيمات، الحاجة إلى المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية في تلك المخيمات وهي الحاجة الأكبر والأصعب. توزع 1400 مخيم في مناطق شمال غرب سوريا، 400 منها 400 من تلك المخيمات هي مخيمات عشوائية، الطرق فيها صعبة ومن الصعب تعبيدها والوصول إلى تلك المخيمات إذا كان هناك يوجد أمطار أو ثلوج في تلك المخيمات، وبالتالي يوجد حاجة كبيرة لتعبيد طرقات تلك المخيمات. طيب أستاذ فراس، يعني كيفية تنفيذ ما تقول، يعني هذه الاحتياجات، شوارع متضررة، هؤلاء يحتاجون إلى أمتعة فقدت بالأساس، أغطية، تدفئة، وقود، طعام، كل هذه الاحتياجات كيف يمكن أن تصل؟ ما هي أنسب وسيلة لمساعدة هؤلاء؟ نعم، المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في شمال سوريا تقدم ما إمكانياتها بشكل كامل، لكن جميع المنظمات الإغاثية والإنسانية في الداخل السوري هي تعمل وفق مشاريع محددة ومؤقتة، ترفع مشاريعها للتمويل من الأمم المتحدة ومن المانحين ومن المنظمات الدولية، وتقوم بتقديم تلك المشاريع والمنح المالية، وبالتالي المشاريع جميعها مؤقتة، ولا يوجد هناك رصيد دائم أو قدرة أو صندوق لهؤلاء المدنيين بحيث يتم تنفيذ مشاريع كبيرة أو تزويد سريع للمدنيين سواء مواد التدفئة أو خيام وغيرها. حتى مواد التدفئة قد تتأخر شهر أو أكثر على المدنيين نتيجة انقطاع انتهاء المشروع أو نتيجة تأخر من قبل المانحين، وبالتالي بقاء الوضع على هذا الحال، وحتى اليوم يوجد هناك تقليل في الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية في الداخل من المنظمات الدولية والمانحين، واقتصار دور المانحين على تقديم خيام طارئة أيضا يزيد من ويطاقم من المأساة، كما رأينا هناك الآن حملات من أجل الجمع وتقديم بناء ومساكن إسمنتية للمدنيين، إلا أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا تقوم بتمويل هكذا مشاريع، فقط تمويل المشاريع الطارئة من خيام وغيرها، وهذا بحد ذاته يزيد من معاناة المدنيين ويجعلهم دائما عرضة لتقلبات الطقس في البرد وفي الشتاء صيفا شتاء على مدى 10 سنوات. نعم. وبالتالي طبعا بنظر الأمم المتحدة أن هذا الموضوع والمنظمات الدولية هو إعادة توطين نقلهم إلى منازل سكنية، ولكن إلى متى سيبقى هؤلاء المدنيون في تلك الخيام يعانون الأمرين صيفا شتاء بدون أي تقديم دعم لهم أو نقلهم إلى مساكن صحيح.